أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الخاص مع رئيس الوزراء الأردني دولة الدكتور بشر الخصاوني للحديث عن الحرب على غزة وتداعياتها في المنطقة بشكل عام وعلى الأردن بشكل خاص، وستتناول فيها أيضا رؤية الأردن لهذه الحرب وسيناريوهاتها المفتوحة على كل الاحتمالات. دولة الرئيس، أهلا وسهلا بك معنا. دعني أبدأ بتخوفات الأردن ومصدر قلقه خاصة من هذه الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، أطروحات للتهجير ورفض أردني لإعادة أصلا احتلال غزة ورفض آخر لأي قوات عربية تدير القطاع أمنيا. كيف سيتصدى الأردن لذلك وما هي الأوراق في يد الدولة الأردنية؟ أولا أنا أشكرك وأحييك وأحيي قناة العربية، وأبدأ بالقول بأن الموقف الأردني ومنذ اللحظة الأولى حقيقة ارتكز إلى محددات حددها جلالة الملك وحددتها القيادة الأردنية، وقبل ذلك استندت إلى تنبيهات متكررة من لدن جلالة الملك في السنوات العشر الأخيرة بأن غياب الأفق السياسي المفضي إلى تجسيد حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة والناجزة وذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتحيا بأمن وسلام إلى جانب شعوب ودول المنطقة كافة بما فيها إسرائيل، غياب هذا الحل وغياب تجسيده سينقلنا دائما من دوامة عنف إلى دوامة عنف أسوأ إلى انفجار أكبر، وهذا ما حصل. والدليل حقيقة ما شهدناه وما رأيناه في هذه الحرب الأخيرة على قطاع غزة. بغياب هذا الحل وبغياب تجسيد هذا الحل وكما نبه وينبه جلالة الملك على الدوام، سنبقى في إسار أتون هذه الدوامات المتتالية والمتصاعدة من العنف ومن القتل ومن العدوان ومن الاعتداء ومن التقتيل. جلالة الملك منذ اليوم الأول كان جهده منصبا على أمرين أساسيين: وقف هذه الحرب وهذا العدوان الغاشم الذي اليوم وصل عدد ضحاياه من المدنيين في غزة إلى 13,000 شهيد، من ضمنهم 5,000 طفل. ونحن اليوم لأجل المفارقة في اليوم العالمي لحماية الطفل، الموقف العربي الأخلاقي عبر عنه منذ اليوم الأول قرار مجلس جامعة الدول العربية الاستثنائي الذي قال بأن العالم العربي يدين استهداف المدنيين، والموقف العربي هذا موقف أخلاقي لأنه ارتكز إلى إدانة استهداف المدنيين بغض النظر عن جنسياتهم أو عرقهم أو ديانتهم أو أعمارهم. ولكن نعود فنقول بأن الدم الفلسطيني والطفل الفلسطيني والمدني الفلسطيني حياته ليست أقل قيمة من حياة أي مدني آخر، من حياة أي طفل آخر. هذا الموقف الذي ارتكز إليه حراك جلالة الملك منذ اللحظة الأولى، وارتكز إلى مخاطبة الضمير العالمي في هذا الصدد بخطاب قانوني يقول بعدم تجزئة القانون الدولي وعدم جواز أن نجزئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب، وخصوصا فيما يتعلق بالحماية التي يجب أن تؤمن للمدنيين، للمؤسسات المدنية، للمؤسسات الصحية التي جرى قصفها وانتهكت هي وكوادرها، وهذه منشآت محمية بموجب قواعد لاهاي للحرب، بموجب اتفاقيات جنيف الأربعة، بموجب الملحقين الإضافيين لاتفاقية جنيف. وكأن هناك حصانة ممنوحة لإسرائيل لكي لا تلتزم وتخرق منظومة القوانين الناظمة للعمليات العسكرية والحرب التي تعبر عنها قواعد لها واتفاقية جنيف وبروتوكولاتها الإضافية. وسبحان الله، بخلاف بقية دول العالم التي انقارفت شيء من هذه المخالفات، انبرى العالم وبشكل مصيب للتصدي إلى هذه الخروقات. أما عندما أتى هذا الأمر إلى الممارسات الإسرائيلية، وكأن إسرائيل لديها حصانة من تطبيق وانطباق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. الآن وصلنا إلى تطور، وأيضا في إطار حقيقة مساعي قادها جلالة الملك وأدت إلى تغير تدريجي في مواقف الكثير من الدول الوازنة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، أفضت بالنتيجة إلى تبني قرار في مجلس الأمن الدولي قال بأنه يجب أن يصار إلى التأسيس لهدى إنسانية، يصار خلال هذه الهدى الإنسانية إلى إجراء عمليات لتبادل الأسرى، وأن يصار إلى إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والطارئة التي يحتاجها قطاع غزة ويحتاجها قطاع غزة بشكل عاجل، وأن يؤسس هذا الجهد إلى إطلاق مستدام لوقف إطلاق النار لكي ننتقل بعدها مرة أخرى بالضرورة إلى إعادة إنتاج الاشتباك السياسي الذي يوحد وفق عملية السلام التي انطلقت في عام 1991 نواة الدولة الفلسطينية
في غزة والضفة الغربية المحتلة لتقوم هذه الدولة الفلسطينية والناجزة والمستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 67 وعاصمة القدس الشرقية. بغياب هذا الحل ولعل هذه المأساة تكون تذكرة بأن غياب هذا الحل وغياب الاستثمار في هذا الحل لن يقودنا إلى شيء إلا إلى عبثية تكرار هذا وبصورة أسوأ. وبعد سنوات من الجمود وغياب هذا المسار وهذا الأفق السياسي الذي حقيقة تتحمل إسرائيل مسؤولية كبيرة في غياب هذا الأفق السياسي وفي إضعاف شريكها الفلسطيني الممثل في منظمة التحرير الفلسطيني والفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، اليوم هذا النموذج أدى إلى أن يكون النموذج الآخر المقابل نموذج له أتباع ونموذج ابتدأ يجد له شميعة على قاعدة بأن المعسكر الآخر هو معسكر لم يحقق هذه المستهدفات وبأن هناك عبثية في هذا الطرح. نحن لا نرى بأن هناك عبثية في هذا الطرح ونرى بأن الحل يجب أن يكون في إطار إعادة إحياء هذا المسار وفق ضوابط زمنية محددة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بالشقين الضفة الغربية وغزة. دكتور رئيس، يعني تحدثت عن موقف عربي أخلاقي وتحدثت عن أن إسرائيل لا تأبه لأي مواقف دولية أو عربية، يعني اليوم المطلوب من إسرائيل أنها أن 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 يعني تنظر إلى المنظومة بشكل عام بشكل أكبر وبشكل شمولي، لكنها يعني تبتعد عن هذا الحل. إذن إسرائيل لا تقبل، هل سنبقى بموقف عربي يعني فقط موقف عربي أخلاقي؟ الموقف العربي ليس فقط موقف عربي أخلاقي، الموقف العربي موقف عربي أخلاقي وموقف عربي أيضا قانوني. وإذا استعرض في ظل غياب إسرائيل أو ابتعاد إسرائيل عن القانون، وإن استعرضت اليوم جملة من مقررات القمة العربية والإسلامية، ولا بد أن أذكر بأن أحد هذه القرارات أو مقررات القمة العربية والإسلامية التي استضافتها الرياض قبل أيام كان أن تشكل لجنة سباعية من وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية لتبدأ جولات على الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وابتدأت اليوم جولات يشارك فيها معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في الصين ثم في روسيا ثم في المملكة المتحدة. هي حقيقة للتأسيس إلى وجوب أن تزال هذه الحصانة القانونية عن إسرائيل في الاستمرار في هذه الانتهاكات، في الاستمرار في هذه الاعتداءات السافرة، في الاستمرار في هذه الجرائم التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتي تؤسس إلى فجوة ما بين أجيال ستؤدي إلى دوامات عنف أخرى إذا لم يكن الأفق السياسي والمجال السياسي والاشتباك السياسي حاضرا مباشرة، ولكن بعد وقف سريع وفوري لإطلاق النار وإيصال للمساعدات إلى أهلنا في قطاع غزة، مصحوبة بالضرورة إلى الابتعاد عن أي تصعيد في الضفة الغربية التي تشكل أيضا بالنسبة لنا التصعيد فيها من عنف للمستوطنين أو مساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية خطا أحمرا لن نسمح به. إنتاج مثل هذه الظروف التي تفضي إلى التهجير القسري من قبل إسرائيل هو بمثابة إعلان للحرب علينا، لأنه يشكل خرقا ماديا عندها لاتفاقية السلام. ماذا يعني إعلان الحرب؟ يعني الناس يعني تريد أن تعرف ما هو إعلان يعني الحرب، يعني ما المقصود؟ يعني بأنها دونها خرق القتال. عند تلك المرحلة نحن سنستخدم كل الوسائل الموجودة أمامنا لمنع أن يتحقق مثل هذا السيناريو الذي يفضي إلى تصفية القضية الفلسطينية وإلى الإضرار بالأمن القومي للمملكة الأردنية الهاشمية. لا نضعها اليوم مباشرة على قائمة استعداداتنا. أعود فأقول بأن السلام بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية المؤسس على الحق وإحقاق الحق هو خيار الدولة الاستراتيجي، ولكن عندما يتعلق الأمر باختراقات مادية للإطار التعاقد واتفاقيات السلام من قبل إسرائيل بشكل قد يؤسس إلى هذه المخاطر على الأمن القومي الأردني، عندها كل خياراتنا موجودة على الطاولة. يعني هل الأردن مستعد لأي سيناريو يمكن أن يحدث، خاصة أن هناك يعني في الضفة الغربية وتيرة متسارعة من الأحداث؟ هل اتبعنا منذ اليوم الأول منهجية متدرجة في التعامل مع تسارع هذه الأحداث، وهذه المنهجية المتدرجة التي تبعناها هدفت إلى إعطائنا المجال لنؤدي دورا لتوقيف آلة التقتيل ولتوقيف هذه الحرب التي يشنها العدوان الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. هذا التدرج سنستمر به في إطار من الالتزام بالسلام كخيار استراتيجي، ولكن أيضا
في إطار التزام بمسؤولياتنا الأساسية تجاه أمننا الوطني وتجاه استحقاقات السلام التي يجب أن نراعيها الطرف الإسرائيلي بالقدر التي نراعيها نحن فيها. كان من المتوقع أن أو كان معداً أن يتم توقيع اتفاقية المياه والكهرباء خلال هذا الشهر. أوقفت هذه المعاهدة، وكما تحدثت قبل قليل أيضا وصفتم معاهدة السلام بأنها وثيقة على رف يملأها أو يعلوها الغبار. إن لم تحترم استحقاقات معاهدة السلام وإن جرى خرق استحقاقات معاهدة السلام والبنود الواردة في معاهدة السلام بقدها وقديدها، ووصلنا إلى مرحلة أن هناك سلوكيات تؤدي إلى إيجاد خرق مادي للمعاهدة من قبل إسرائيل، في هذه الحالة ستصبح هذه المعاهدة بقدها وقديدها وثيقة على رف يعلوه الغبار. إذا وصلنا إلى مرحلة أن هناك خرق مادي من جانب إسرائيل لاتفاقية السلام، فعندها مرة أخرى سنتحدث بجدية عن أن هذا الخرق خرق مادي يفتح لنا الباب واسعا أمام احتمالات متعددة نتحدث عنها في حينها. أما التزامنا بالسلام فهو التزام استراتيجي اليوم يسمح لنا بالتحرك على قاعدة من علو الكعب الأخلاقي والقانوني الذي نستطيع من خلاله أن ننجز الكثير. نعم، دعني أعود إلى مخاوف الأردن من التهجير. هناك هجمات من قبل المستوطنين على الفلسطينيين، هناك تسليح لهؤلاء المستوطنين في الضفة الغربية، وأيضا أوضاع اقتصادية خانقة تضغط أيضا على صعوبات الحياة في الضفة الغربية. وأضف إلى ذلك أن هناك أيضا منشورات من قبل المتطرفين في 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 إسرائيل للضغط أو لتدعو الفلسطينيين للذهاب والتوجه إلى الأردن. والأردن قالها بكل وضوح إن التهجير هو إعلان بمثابة إعلان حرب علينا. نعم، إذا كان هناك أي تهجير من قبل للمواطن الفلسطيني، قلنا بأن التهجير أو إنتاج ظروف من شأنها أن تفضي إلى التهجير، سنعتبره في المملكة الأردنية الهاشمية بمثابة إعلان حرب علينا، لأنه في جوهره سيشكل إخلالا ماديا معاهدة السلام. هل لديكم إسرائيلية من جانب إسرائيل؟ هل لديكم معلومات بأن هذا يعني مخطط حقيقي للإدارة الإسرائيلية؟ نحن نتعامل مع كل مصفوفة المخاطر بشكل عام على أنها موجودة، ونبني سيناريوهاتنا للتعامل معها قبل أن تصبح حلة وماثلة بمراحل. أطلقنا هذا الموقف الواضح المعبر لمساندتنا ابتداء لأشقائنا المصريين عندما كان هناك حديث عن تهجير لأهلنا في غزة باتجاه مصر، وقلنا ذات الشيء فيما يتعلق بأي إنتاج لأي ظروف من شأنها أن تؤدي إلى تهجير أهلنا في الضفة الغربية باتجاه الأردن أو خارج حدود الضفة الغربية وقطاع غزة، بأن هذا سننظر إليه باعتباره إعلان لحالة حرب علينا وباعتباره خرق مادي لاتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية. اليوم أنت ترى بأن هناك مواقف متقدمة جدا تتبناها الدولة الأردنية، هناك حالة من الاتحاد العضوي ما بين المشاعر الشعبية والمشاعر الرسمية. اليوم هناك تذكرة ماثلة أمامنا من خلال إصابة 7 من طواقم مستشفانا الميداني في قصف لمحيط المستشفى الميداني، تعيد مرة أخرى التذكير بأن مرتبات الجيش العربي امتزجت دماءها بدماء أشقائنا في فلسطين في اللطرون وباب الواد والآن في غزة. والمستشفى الميداني تلقينا إشارات من الجانب الإسرائيلي بإخلاءه ولم نستجب لهذه المطالب ابتداء منذ الأسبوع الأول. الآن تجري القوات المسلحة تحقيق في ظروف هذا القصف، وبعد أن تصلنا نتائج هذا التحقيق سنتصرف على أساسه، لأن استهداف المستشفيات واستهداف الطواقم الطبية هي جرائم حرب وجرائم حرب نكراء، وسنتعامل مع هذا الأمر على هذا الأساس. سمو ولي العهد وصل إلى مطار العريش ليشرف على إدخال مستشفى ميداني أردني جديد سيدخل إلى خان يونس، سيكون به حاضنات للأطفال الخدج، الذي رأينا المنظر الذي تقشعر له الأبدان عندما حرموا من هذه الحاضنات التي توفر لهم حقيقة شريان الحياة. وتعلم بأن هناك مستشفى ميداني أردني أيضا أمس وصل إلى مدينة نابلس
ليسند الجهد الطبي لأشقائنا في السلطة الوطنية الفلسطينية، لأن هناك الكثير من المواد الطبية والعلاجية التي وجهتها السلطة الوطنية الفلسطينية باتجاه غزة، وهذا جهد مستمر وسنستمر بالقيام به، بالإضافة إلى عمليات الإنزال التي رأيتها لإسناد بقاء المستشفى الميداني الأردني الذي يعمل في شمال غزة والذي سيبقى عاملا في شمال قطاع غزة والذي يعمل هناك منذ عام 2009. شاهدنا على منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات لقطاعات من الجيش الأردني متجهة إلى الأغوار وهي المنطقة الحدودية مع إسرائيل. يعني ما الهدف من، يعني هل هو فعلا لإعلان الحرب التي تحدثت عنه، أو هي مسألة رسالة سياسية لإسرائيل؟ نحن نتعامل اليوم مع ما يجري في غزة ومع العدوان على غزة وكأنه على حدودنا وليس في بقعة أخرى من الكوكب. أنت تتحدث عن واقع وعن مأساة وعن اعتداء وعن اشتباك وعن حرب تبعد أقل من 60 كيلومتر جوي. من الطبيعي أن ينتشر وأن يمتد الجيش على هذه الحدود لاعتبارات متعددة، للوقوف بوجه أي محاولات لا قدر الله للتسلل قد تعرض مواطنينا وناسنا للخطر، للتصدي لأي محاولات قد تخطر على بال متطرف من الطرف الآخر للقدوم باتجاهنا. هذا أمر طبيعي يأتي في سياق مناورات ودور الجيش الطليعي والأساسي الذي يحيى عيال عليه في التصدي لمهامه الدستورية الأساسية في حماية حدود الوطن وسلامة الوطن. بما أننا نتحدث عن الجبهة الداخلية، هناك تقارير تحدثت أن أمد الحرب سيطول، وأن يعني هناك طبعا هذه التقارير أنا يعني متشائمة بأن يكون هناك حلول في الوقت القريب. داخليا من المؤكد أن هذه الحرب لها تداعيات على الأردن خاصة اقتصاديا. فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، هل أنتم مستعدون لتفادي تلك التداعيات، وهل أيضا تأثرت مسارات التحديث السياسي والاقتصادي التي أطلقتموها قبل تقريبا نحو عامين؟ نسير بثبات ونسير بخطى ثابتة في هذا الصدد وفي هذا الإطار. ودعني أؤشر، نحن في خضم هذه الحرب الغاشمة على قطاع غزة استطعنا أن ننجز مراجعة سابعة ناجحة في برنامج تسهيل الائتمان الممتد مع صندوق النقد الدولي. وصلنا إلى اتفاقية أولية مع الفريق الفني للصندوق على برنامج جديد يمتد لأربع سنوات ويفتح نواف التمويلية بواقع 1.2 مليار دولار أمريكي للمملكة الأردنية الهاشمية. حافظنا على تصنيفنا الائتماني بمنظمات التصنيف الدولية كاملة، رغم أن أغلب الدول المحيطة بنا والدول المستوردة للنفط تم تخفيض تصنيفاتها الائتمانية كلها بما فيها إسرائيل، بينما حافظنا نحن على هذا التصنيف الائتماني. نخطط على الدوام لبدائل مرتبطة بسلع أساسية نحتاجها بما فيها بمنتهى الوضوح، إن وصلنا إلى مرحلة انقطع فيها الغاز الذي يأتي من حق الليفيثان، لم نرى ما يؤشر إلى أن هذا الانقطاع سيحصل، ولكن إن وصلنا إلى مرحلة حصل فيها مثل هذا الانقطاع، لدينا احنا اتصالات مع الكثير من الدول ومع دولتين شقيقات على الأقل لتوفير هذه البدائل سريعا للمملكة الأردنية الهاشمية، ولكن لا نرى نحن مؤشرات على هذا الانقطاع ماثلة وحالة أمامنا في هذا السياق الآن، إلا أننا لدينا البدائل جاهزة، ولكن حتى في المياه أيضا، ولكن البدائل ستكون بدائل ذات كلف مالية بالقطع أعلى، وبالتالي نحن دائما نحضر إلى مثل هذه السيناريوهات وإن كنا لا نراها ماثلة أمامنا اليوم. وفيما يتعلق بموضوع المياه، نحن من أكثر الدول فقرا بالمياه، إلا أننا أيضا بصدد أن ننهي متطلبات طرح العطاءات المتعلقة بالناقل الوطني للمياه من خليج العقبة إلى شمال المملكة الأردنية الهاشمية، وفي 4 ديسمبر القادم نأمل أن نصل إلى مرحلة نستطيع فيها أن نفتح العروض ليبدأ العمل في هذا المشروع الوطني الذي من شأنه أن يغطينا على الأقل لعام 2043. سؤالي الأخير، دولة الرئيس أمام كل هذه المعطيات التي تحدثت عنها يذكر الأردن دائما بخطاباته الرسمية بجذور الصراع، وأن الحل لن يكون أمنيا أو عسكريا بل لعملية سلام شاملة أساسها حل الدولتين. في المقابل هناك، أنا سأوقفك، ليست عملية سلام شامل، سلام شامل. نحن مقيدون في إسار عملية ابتدأت بعام 91 نظريا،
فلدينا الكثير من العملية والقليل من السلام. يجب أن ننتقل إلى مسار سياسي جاد وملتزم من قبل إسرائيل ومن قبل كل الأطراف. إلى هذا المسار السياسي المحدد بجداول وأطر زمنية الذي نستطيع من خلاله في أطر زمنية محددة وواضحة أن نجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب كل دول وشعوب المنطقة بما فيها إسرائيل، لأن هذا هو الحل الوحيد للصراع العربي الإسرائيلي والصراع الفلسطيني الإسرائيلي ولإطلاق الطاقات الكامنة لمنطقتنا وللتأسيس لتعاون إقليمي وخلافه. هذا هو التزامنا الاستراتيجي ولا يزال هذا هو التزامنا وخيارنا الاستراتيجي الذي نتحرك في إطاره، والذي أثبتت دوامات العنف المتوالية والمتتالية التي تتخللها هدن وغيرها والمحاولات التي سعى إليها بعض الساسة في إسرائيل إلى تكريس انفصال ما بين الضفة وما بين غزة وإلى إضعاف الأطر الفلسطينية التي كانت شريك في هذا الجهد إلى عبثيتها ولأنها لا تنتج لا استقرارا ولا سلاما، وبأن هذا الأمر لا يمكن القفز عليه. هذا يعني ما ترونه يعني مستقبل القضية الفلسطينية برمتها، لأن كما تحدثت أساسا في إسرائيل يتحدثون عن أن يعني هناك مشروع خاص في غزة، يعني كيف ترون المستقبل القضية الفلسطينية برمتها؟ هذا ما يراه أي عاقل، واليوم ولا يزال العالم تتشكل أغلبيته من عقال بإذن الله. لا يرى العالم لا من منظور خطابات تحريضية تهدد بالنووي على غزة، ولا من منظور خطابات تحريضية لبعض الوزراء العاملين في الحكومة الإسرائيلية الذين يشجعون على إنتاج ظروف متعلقة بتهجير قسري في خطاب يخرق القانون ويخرق الأخلاق ويخرق القيم الإنسانية ويخرق العقيدة. نحن خطابنا خطاب إنساني قانوني مرتكز إلى حق أبلج ومرتكز إلى منظومة قيامية عالية والتزام استراتيجي بالسلام المؤسس على الحق مش أي سلام. دولة الرئيس، شكرا لك على هذا الوقت وشكرا لك على كل كافة هذه المعلومات. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن المتابعة ونلقاكم في لقاء آخر إن شاء الله. دمتم بخير. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.